يا صباح الورد والهنا والسعاده على كل مشاهدي قناه تن في كل مكان. حلقه جديده وحلقه نهايه الاسبوع بيكون عندنا فيها بنلم الاخبار كلها، بنلم كل ملفات هتلم بتهم حضراتكم. ده ملف الصحه عندنا، ملف التعليم عندنا، الرياضه اكيد النهارده، وعندنا فقرات يا رب تعجب حضراتكم باذن الله. ولكن في البدايه زي ما اتعودتوا معانا بنروح لزميلي العزيز محمد الرميحي وموجز التاسعه. صباح الورد يا محمد. صباح الورد يا ابو حميد، واهلا بكم مشاهدينا الى موجز الاخبار. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تطبيق مشروع التحديث الشامل للنظام التعليمي الجديد في مصر مع تركيزه على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب. خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزيري التعليم والتعليم العالي، وجه الرئيس بتطوير منظومة امتحانات أبنائنا في الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة في إجراء الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج في أداء تلك الامتحانات من خلال التوسع في الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة. كما اجتمع الرئيس برئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة تنفيذ توجيهاته بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى الجمهورية تتبع الجامعات الحكومية. وخلال الاجتماع وجه الرئيس بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء تلك الجامعات وفق أعلى المعايير، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة، على أن يطبق نظام التوأمة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالمي المتقدم. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 899 متعافية من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 73828 حالة. وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 99115 حالة، بينما ارتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5440 بعد تسجيل 19 حالة جديدة. التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والوفد المرافق له، حيث جرى بحث الشراكة بين البلدين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة، خصوصا بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين. بحسب وكالة الأنباء السعودية واس، قد تم خلال اللقاء بحث آفاق عملية السلام في المنطقة وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والشامل. منح البرلمان التونسي الثقة لحكومة هشام المشيشي بأغلبية 134 صوتا في الاستفتاء الذي جرى داخل مجلس النواب التونسي مقابل 67 صوتا رافضا. كان المشيشي قد أعلن عن تشكيلته الحكومية التي فضل أن تكون حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب، تتكون من 25 وزيرا وثلاثة كتاب دولة. وجاء تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة خلفا لإلياس الفخاخ الذي قدم استقالته للرئيس قيس سعيد في منتصف يوليو الماضي. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الأطراف اللبنانية تعهدت بتشكيل الحكومة خلال أقل من أسبوعين. أضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته للبنان أن السلطات اللبنانية إذا لم تفي بوعودها بنهاية أكتوبر فستكون هناك عواقب، ولن يفرج المجتمع الدولي عن المساعدات المالية، مشيرا إلى أن خارطة الطريق تشمل إصلاح البنك المركزي والنظام المصرفي. كما شدد ماكرون على أن فرنسا لن تدير ظهرها عن تقديم المساعدة التي يحتاجها لبنان. نقلت صحيفة ديفيلت الألمانية عن مصادر عسكرية تركية قولها أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من جنرالات الجيش قبل أيام إغراق فرقاطة أو سفينة يونانية، مشترطا عدم سقوط ضحايا في هذه العملية، إلا أن الجنرالات رفضوا هذا المقترح. وذهبت الصحيفة إلى أن أردوغان لا يريد حربا ولا يبحث عن حقوق بلاده في غاز المتوسط كما يروج، لكنه يريد إذكاء صراع خارجي واستغلاله داخليا لوقف نزيف الشعبية الذي يعاني منه تحت وطأة الفشل الاقتصادي وتدهور المناخ السياسي.
للخبر الأخير، حيث قررت الولايات المتحدة إعفاء جمهورية قبرص من القيود المفروضة على نقل واستيراد الأسلحة الدفاعية غير الفتاكة في خضم توتر مع تركيا التي تجري مناورات عسكرية في مياه البحر المتوسط. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس إن وزير الخارجية مايك بومبيو أبلغ الرئيس القبرصي بقرار التنازل عن القيود مؤقتا للسنة المالية 2021 على تصدير وإعادة نقل واستيراد لمواد الدفاع غير الفتاكة والخدمات الدفاعية الخاضعة للوائح التجارة الدولية في الأسلحة الموجهة أو الناشئة في قبرص. ختم الموجز، وعودة لك أحمد لاستكمال باقي فقرات صباح الورد. شكرك أبو حميد، دايما متألق كده في كل الشغل بتاعك. طيب هنروح بقى نستعرض فقراتنا الموجودة معانا النهاردة، عندنا فقرات مهمة جدا يا رب تعجب حضراتكم، ونرجع نبدأ حلقتنا حالا. رجعنا حضراتكم مرة تانية عشان نبدأ أول أخبارنا الموجودة معنا النهاردة بإعلان وزارة الصحة عن إطلاق أكثر من 60 قافلة طبية مجانية في كل محافظات مصر على مدار الأيام المقبلة وحتى منتصف الشهر، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية. القافلات الطبية دي تقريبا هتنضم بكل التخصصات الطبية الهامة والضرورية اللي من خلالها هيتم الكشف على كل المرضى، بجانب كمان خدمات الأشعة والتحليل الطبية، بالإضافة لصيدلية هيتوفر فيها كل الأدوية اللي هيحتاجها المواطنين. طبعا ده طبقا لقافلة هتتم في كل المحافظات المحرومة، وتحويل كمان الحالات بقى اللي تحتاج لإجراءات عمليات في المستشفى لأقرب مستشفى تابعة ليها المنطقة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن القافلة في يومها الثاني أعتقد بدأت امبارح، من الأستاذة مريم الخطري مسؤول ملف الصحة بجريدة الوطن. أستاذة مريم صباح الورد. صباح الفل يا استاذ احمد، صباح الفل على مشاهدينا الكرام. طمنينا كده، القافله بدات امبارح يا مريم اعتقد. بدات امبارح، هي اصلا حمله حياه كريمه كانت، او مبادره حياه كريمه عفوا، كانت موجوده بدات يناير السنه اللي فاتت وكملت بكل المحافظات ورجعت ثاني لينا في المرحله الثانيه. بدات من امبارح القوائم الجديده على مستوى المحافظات، هي كل التخصصات زي ما حضرتك اشرت للدقيقه. وهيبقى في قوائم الثانيه الشهر الجاي يوم 6/5 في بداية الشهر. كل القوافل دي بتبقى سوري يا مريم، القافلة الثانية هتبقى ايه، 5/10 يعني الشهر الجاي؟ الشهر الجاي تمام. كل المحافظات اللي هي بتبقى التواصل معاها بيبقى صعب، كل المقافل اللي فيها بتبقى محرومة من المستشفيات او اي حاجة، كل قافل بتروح لها فيها كل التخصصات، فيها نساء، فيها اطفال، فيها اشعة، فيها تحاليل زي ما حضرتك قلت، في صيدلية مع القوافل بتبقى بتصرف العلاج الفوري بالمجان. وفي تاني حاجه القوافل برضه بتعملها، اللي هي بتحول الحالات الحرجه فورا اول ما بيبقى فيها. طب
خلينا اعرف من خبرتك كده يا مريم، هي اهالينا بيعرفوا ازاي ان القافله دي جايه لهم او موجوده في الحي او المنطقه اللي موجوده فيها القافله؟ بيبقوا عالمين عنها، بيبقوا معلنين عنها بيوم. تاني حاجه القوافل بتروح بعربيات وكده، فهم بيبقوا عارفين ان الحاجات بتبقى الوحدات الصحيه قايلين عليها يعني في قافله جايه بكره. هل في مناطق معينه القافله هتروح لها؟ يعني انا ما اعرفش المناطق المحرومه، فممكن من خلال صباح الورد وجودك معانا ان احنا ننوه لاهالينا ان هم موجودين، ايه المناطق تقريبا او ايه المحافظات اللي هتروح لها الستين قافله دول؟ في محافظه المنوفيه، في سوهاج، في دمياط، في البحيره، في الاسكندريه، في القاهره، كل المحافظات على مستوى الجمهوريه بتروح، بس بتبقى في مناطق يعني بعينها، مثلا زي مثلا على سبيل المثال في مركز السادات مثلا في محافظه المنوفيه. تمام. عندنا مثلا محافظه القاهره بيبقى في المقصه مدير اسمرات يعني. هي طيب، من ضمن الخبر اللي انت قلتيه عليه ان في صيدليه هتبقى موجوده في القافله الطبيه، هل كل الخدمات دي هتبقى مجانيه ولا مثلا الادويه هتبقى باسعار والخدمه الكشف مجاني؟ كلها مجانيه. كله مجاني. كلها مجانيه. تمام. انت كده تقريبا بالتواريخ اللي قلتها لي يعني في قوافل بتطلع كل 15 يوم او 20 يوم تقريبا من وزاره الصحه. بالضبط، هي بس كانت وقفت فتره بسبب موضوع فيروس كورونا، بس هي رجعت تاني. صحيح. اهم الحالات اللي بتخرج يا مريم واهالينا بيستفيدوا من القوافل دي بتكون ايه؟ مرضى ايه تقريبا؟ بيبقوا سكر، ضغط، الامراض اللي هي غير معديه. وبيتم تحويلهم بقى في ساعتها يعني بيتم الكشف مثلا وتحويلهم لاقرب مستشفى تابع ليها المنطقه؟ بيتم تحويلهم لاقرب مستشفى تابع ليها علشان بس الضغط عليهم ما يتعبوش، فبيتم تحويلهم للمستشفيات الاقرب للقريه اللي هم فيها. طيب الحالات الحرجه انت قلتي لي انها تتحول للمستشفيات، هل الحالات دي اللي هتحتاج عمليات مثلا جراحيه برضه بتبقى مجانيه؟ بالظبط، انت حضرتك عندك مبادره مثلا زي مبادره قوام الانتظار دي بيتم تحويلهم على طول، يعني بيبقى صحيح صحيح تدخل، فهم بيحولوها على طول، ما بيبقاش المواطن ما بيدفعش اي حاجه ولا في كشف ولا تحليل ولا مش هينفع مريم ما تبقى معايا وما تطمنش على كورونا واطمن على استعداد وزاره الصحه، وصلوا لايه مريم؟ وزاره الصحه من خلال اللجنه العلميه لفيروس كورونا في زحمه دلوقتي، عاملين بروتوكول استباقي علشان الموجه الثانيه، احنا لسه يعني عشان الناس ما تخافش احنا لسه ما زلنا في الموجه الاولى. صحيح. زياده الاعداد اللي احنا شايفينها الايام دي هي كانت زياده متوقعه تماما بسبب اللي حصل في العيد والمنفصله المصايف والناس راحت الساحل، فدي كانت زياده متوقعه وزياده ما تخوفش للدرجه اللي الناس خايفه بيها، لا احنا ما زلنا في الموجه الاولى، الموجه الثانيه احنا الدوله مستعده بكل الجهات مستعده للسيناريو، كافه السيناريوهات اللي محطوطه احنا مستعدين ليها، سواء كانت مستشفيات، سواء كانت ادويه، كل حاجه احنا مستعدين ليها الحمد لله، بس احنا الوضع عندنا في مصر ما زال مستقر واحسن من اول بدايه انتشار الوباء. ولكن انت بتشددي للمواطنين كلهم على التحذيرات ان لسه في موجه ثانيه، اعتقد معلوماتي الضعيفه يا مريم انت هتفيديني اكتر، ان الموجه الثانيه لازم تبدا ما نوصل للحاله صفر، يعني مش تنفع تبقى تباعا للموجه الاولى، صح كده؟ مش شرط يعني، مش شرط ان الموجه الثانيه، في ناس عماله تقول احنا خلاص الموجه الثانيه هتيجي في الشتاء، ما حدش يعرف اي معلومات عن الموجه الثانيه، وكل الكلام اللي بيتقال هو مجرد توقعات نظريه، بس فعلا اللجنه وكل الناس المتخصصه بتقول ان فعلا في تراخي من المواطنين الفتره دي، وانا بناشد من برنامج صباح الورد ان الناس تبدا ترجع تاني بفكره اتباع الارشادات والطرق الوقايه، وخاصه ان احنا داخلين على موسم مدارس، فنبدا ان احنا نرجع تاني نرتدي الكمامه ونحافظ تاني على التباعد الاجتماعي بقدر الامكان وغسل الايدين وكل حاجه، علشان هو ده الناس مستنيين اللقاح يا استاذ احمد، اللقاح مش كافي بس عن فكره ان هو يعني يبقى فيه خلاص من الغسيل يبقى فيه لقاح يبقى احنا كده هنفوز، اللقاح مش سبب كافي ان هو يخلينا ان احنا نفوز من الفيروس. طيب خليني اخد معاكي اخر سؤال وهو سؤال انت فتحتيه قلتي لي احنا هنبدا المدارس، انا عندي ملف التعليم هتكلم فيه باستفاضه، ولكن وزاره الصحه استعدادها ايه لرجوع المدارس؟ وزاره الصحه يمكن امبارح بدانا في الملامح اللي الوزاره بدات تحطها، هيبقى في تشديد على ارتداء الكمامات للطلاب، اي طالب هيبقى عنده نزله برد او اي عرض من الاعراض حتى لو ما كانش فيروس كورونا لا قدر الله هيقعد في البيت. معلش يا مريم، مين اللي هيحدد انه عنده برد؟ هيكون مثلا في طبيب او في اخصائي طبي موجود في كل مدرسه؟ بالظبط، هيبقى في ناس بتقيس درجه الحراره قبل ما الطالب يدخل، لو في نسبه شك بسيطه هيتم الطالب ولي الامر هيجي ياخد الطالب، مش هيجي المدرسه خلاص لحد ما يخف، سواء كان نسبه برد طبعا او لا قدر الله فيروس كورونا، يعني الوزاره تتعامل معاه.
تمام، كل الشكر للزميله العزيزه الاستاذه مريم الخطري مسؤول ملف الصحه بجريده الوطن. مجهود محترم من وزاره الصحه بتروح لحد المواطنين، لبعض المناطق النائيه اللي لسه ممكن يكون ما فيهاش خدمات صحيه او فيها مستشفيات تقوم بالكشف على المرضى، ومبادره محترمه طبعا من سياده الرئيس، وكشفت كتير من الحالات اللي ساعدت على فكره في فيروس كورونا وفي مواجهته. يعني من الصفيد في الموضوع ده لا فرق كتير جدا. خلينا نروح نشوف مع بعض دلوقتي بقى ابرز الاحداث والفعاليات اللي هتتم النهارده في مصر، ونرجع نكمل حلقتنا. طيب، من ملف الصحة نروح لملف التعليم، موضوع مهم جدا بيتكلم عليه الناس بشكل عام، وهو العام الدراسي الجديد هيتم ازاي في ظل فترة كورونا الحالية، وكل اللي بيتقال ان العام الجديد هيكون اونلاين بشكل كامل، او هيتم توزيع الكثافات الطلابية على فترتين مثلا صباحا ومساء. المهم ان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اكد ان كل المتداول بشأن وجود غرف عزل قبل بداية العام الدراسي الجديد ليس ضمن خطة وزارة التربية والتعليم، ولكن ده بيأتي ضمن خطة وزارة الصحة، ونفى كل الكلام اللي بيتقال بشأن الشكل الجديد للعام الدراسي في ظل وجود أزمة فيروس كورونا، وأكد أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد للإعلان، ولكن أول أسبوع المقبل هتتضح معالم العام الدراسي الجديد، وأعتقد مش قبل يوم الثلاثة اللي جاي، يعني مش قبل يوم 8 سبتمبر ممكن يبقى في مؤتمر صحفي مثلا للدكتور طارق يشرح فيه هيبقى العام الدراسي الجديد إزاي. خلينا نعرف كواليس أكتر من صديقتنا العزيزة الأستاذة ريم محمود مسؤولة ملف التعليم بجريدة الدستور. يا أستاذة ريم صباح الورد. صباح الخير يا أستاذ أحمد، عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله. طيب كلام كتير على السوشيال ميديا واجتهادات كتير من اصدقاء لينا في العمل الصحفي بيقول ان العام الدراسي الجديد لا يبقى اونلاين من 17 اكتوبر وما فيش تحديدا ليقف امتى اونلاين، او هيكون على زي تعليم هجين اللي هو ما بين طلاب يروحوا مثلا يومين المدرسه ويبداوا يبدلوا مع بعض. في اي حاجه تانية؟ لا، هو يعني حاليا مفيش اي حاجه رسميه طلعت من وزاره التربيه والتعليم عن خطه العام الدراسي الجديد. يعني كل ما يقال وينشر على السوشيال ميديا او المواقع هي كلها اجتهادات وتوقعات فقط. يعني قد تكون صح وقد تكون خطا. يعني انت شايفه ايه يا ريم؟ ما انت في الوزاره على طول، انت شايفه ايه؟ طبعا في مقترحات كتير متقدمه وفي خطه هتعتمد للدمج ما بين التعليم الاونلاين والتعليم في المدرسه. يعني ده توقع برضو. انما داخل الوزاره مفيش، كان في اجتماع من 10 ايام لو اتذكر يعني مع وزيره الصحه ما كانت عند دكتور طارق،
وفي بعض التصورات حصلت عشان بس ما اظلمش برضه زمايلنا ان هي اجتهادات، كان من ضمن المقترحات في الاجتماع ده انه يكون تعليم هجين. ده صحيح. ولكن حتى الخطه اللي طلعتها وزاره التربيه وزاره الصحه من ايام قليله يعني، وبرضه ده تم جدولها على المواقع، الدكتور طارق قال ان دي خطه وزاره الصحه وملهاش اي علاقه بخطه وزاره التربيه والتعليم. تمام، ممكن دكتور طارق يعلن على الخطه دي امتى؟ يعني حسب تصريحات وزير التربيه والتعليم ان هي يوم الثلاث 8 سبتمبر. الثلاث اللي جاي اعتقد، مش هيبقى قبل كده. طيب 8 سبتمبر ده واحنا هنبدا 17 اكتوبر، هل ده وقت كافي عشان المنظومه التعليميه وعندنا اكتر من 55,000 مدرسه انت عارفي طبعا زي بالظبط يلحقوا يجهزوا بالشكل الجديد اللي هتقوله الوزاره؟ وفقا لتصريحات الوزاره ان هم عندهم وقت كافي، خاصه ان هم بداوا في حل مشاكل كتير الايام اللي فاتت. انا عايزه برضو اقول لك خبر جديد، ان هيئه الابنيه التعليميه بدأت تسلم فصول جديدة للعام الدراسي الجديد. كام فصل تقريبا؟ حوالي 10,000 فصل. 10,000 فصل هايل. على مستوى جمهورية مصر العربية. على مستوى 27 محافظة. بالظبط. هو اللي هو يسري عامل مجهود محترم الصراحة رئيس هيئة الأبنية. طيب معلومة اتفضلي. في معلومة برضو رسمية من هيئة الأبنية التعليمية إن عدد أنت عارف طبعا المدارس اليابانية كانت أولى وثانية وثالثة بس. صحيح. وكان فيها فصول تانية مقفولة، فبدأوا يفتحوا الفصول المقفولة عشان يتم توزيع باقي الطلبة على المدرسة كلها عشان تقليل الكثافات والتباعد. تمام، يعني بس هي لحد دلوقتي لحد تالتة، يعني ما ينفعش مثلا حد في رابعة يحول، لا صح؟ لا لا، هي لحد تالتة، لكن الفصول المقفولة بدأ فتحها علشان لو طلاب يدخلوا المدرسة يبقى في تباعد وتقليل الكثافات. بحيث يعتمد الفصل على عدد قليل. يعني انت بتغششيني كده ان الوزاره بتستعد في اجراءات الاستعداد لفيروس كورونا، في اجراءات التباعد سواء في المدارس اليابانيه او في باقي المدارس، اما يضخ 10,000 فصل ده هيساعد برضه في التباعد، انا فاهم صح؟ ايوه صح، يعني هي اكيد بتستعد. طيب الانترناشونال بدا امبارح اعتقد دريم اونلاين صح؟ زي ما هو مواعيده 15/9 هيبداوا يروحوا المدارس ولا في تغيير؟ الانترناشونال اعتقد بداوا، هم اعتقد مش ملتزمين بخطه الوزاره يعني. مش ملتزمين بخطه الوزاره. ما بتحبيش انت الانترناشونال طول عمرك يا ريم، انا عارف. بشكر زميلتي العزيزه ريم محمود مسؤوله ملف التعليم بجريده الدستور. لا هم اعتقد هيلتزموا، هم بداوا امبارح لان تصريحات الوزاره وتصريحات الوزير ان هو 1/9 يبداوا اونلاين و15/9 ممكن يبداوا ان هم يروحوا للمدارس ولكن بكثافات معينه سواء في الباصات او سواء في الفصول. هننتظر تصريحات دكتور طارق مش قبل يوم الثلاث زي ما قلت لحضراتكم، هيكون في مؤتمر صحفي يشرح بقى خطه الوزاره. في محاوله ساذجه كده قامت بيها قنوات معينه بتعادي مصر طبعا طول الوقت وبتحاول تخلق فتنه من ابناء المجتمع المتميز بترابطه ومحبته لبعضهم البعض من خلال ترديد كلام عن دور العباده في مصر، واستخدمت في كلامها تصريحات مجتزئه لأحد الأساقفة وقال قبل ظهور قانون بناء الكنائس، القانون كان وضع فيه شروط البناء الكنائس وقال بالتأكيد مش منها التعدي على الأراضي بأي شكل. الكنيسة قالت إن الدولة واقفة على مسافة واحدة من الكل في مسألة التعدي على الأراضي ومفيش فوارق في التعامل ما بين دور العبادة في مصر سواء الكنائس أو المساجد، وأكدت إن مفيش كنيسة مقامة على أرض مملوكة للدولة إلا اللي خصصتها الدولة لبناء الكنيسة وفقا للقانون في المدن الجديدة وحتى على الأراضي الموجودة بالفعل. القناة الكذابة دي اتكلمت كمان عن أراضي زراعية ضمت ليه كردون المباني عشان يتعمل عليها كنائس، وهي أملاك كمان خاصة لبعض الأشخاص ومش ملك للدولة. حتى الكنائس الموجودة ضمن الكتل السكانية طلب التقنين أوضحها مع قانون رقم 80 لسنة 2016، وإن مفيش كنيسة أثبتت في مصر إنها تتعدى القانون أو على بعض الأراضي المخالفة للقانون سواء ملكية خاصة أو سواء ملكية الدولة. محاولات سخيفة حقيقة ومش هتأثر، وطول عمرها محاولة الفتنة ما بين المسيحيين وبين المسلمين ما بتجيبش أي مردود، والمجتمع كمان بقى شايف ده قوي، يعني أعتقد لسه شغالين في السخافة دي، وأعتقد المجتمع كمان حريص على وحدته على تماسكه على تسامحه كمان وتسامح ما بين المسيحيين وبين المسلمين. اتفرجت صراحة على الفيديو امبارح وباين قوي انه مجتزأ وباين قوي فرق التوقيتات وباين قوي ان في اجتزاء
لكلام احد الاساقفه طبعا المحترمين، ولكن بنحب نوضح اول باول في صباح الورد ان احنا نقول لحضراتكم، انا عارف ان حضراتكم عارفين والناس زي ما قلت كده ساذجه قوي وقديمه قوي، ولكن بنشرح لحضراتكم برضو وفي كمان بيان طلع من الكنيسه عشان توضح. خلينا نروح نشوف بقى تقرير جميل الصراحه عن طفلة جميلة اسمها ريتاج، ريتاج هاني اللي تقريبا عندها 6 سنين في 6 ابتدائي، يعني حوالي 8 سنين او 9 سنين، واللي بتعشق الرسم من طفولتها الصراحة، وبدأت مع والدها اللي لاحظوا ان في موهبة كده في فكرها. عملوا ايه بقى؟ ده اللي بشجع الصراحة وبشكر عليه اولياء الامور، الحقوها بأكاديمية لتطوير الموهبة دي، وبدأت في اتقان اللوحات من وعندها 3 سنين. تعال نشوف قصة ريتاج كده الجميلة اخبارها ايه ونرجع نكمل مع بعض. بدأت رسم من وانا عندي 7 سنين ولحد دلوقتي برضو بحب الرسم كده. ممكن في الاسبوع اخلص 2 أو 3 على حسب، برضو لو اللوحة فيها رسم كتير ممكن تاخد مثلا مرتين، لو فيها حاجات صغيرة ممكن تاخد مرة او كده، بس في حاجات ممكن انا اجي اكملها هنا في البيت. صحابي يعني بيبقوا مبسوطين لما انا باجي ارسم لوحة مثلا اوريها لهم، بيبقوا مبسوطين ويقولوا لي جميلة وبتاع كده، بس هما اصحابي بيشتروا ساعات مني برضو لوحات. اكتر حاجه بحبها المناظر الطبيعيه، مثلا الاشجار والبحر والحاجات دي والحيوانات اللي بتبقى مثلا في البحر وكده. ساعه الكورونا كنت بقعد زهقانه فجربت مره ان انا ارسم، بس فرسمت رسمه وعجبتهم قوي، فمن المره دي بقى من ساعتها وانا دخلت الكورس بقى وبقيت ارسم بقى مع الميس وكده. وكذا ليفل بنبدا بليفل ليفل، وفي ليفل لازم نرسم فيها اللي هي بني ادمين وشوش بني ادمين وكده. نفسي ان الكورونا تمشي عشان اروح اقدم في معرض واروح اعرض اللوحات بتاعتي. نفسي اطلع مهندسه ديكور ويكون عندي معرض ليا. هي كان عندها الموهبه دي من بدري وهي صغيره، انا كنت بجيب لها اللي هي الكراسات اللي هي بتاعه التلوين بس الاول، فكان عندها ذوق شويه في التلوين، كانت بتعرف تركب الالوان مع بعضها. هي بدات الاول الرسم العادي جدا اللي هو بالالوان العاديه الفلوماستر وبعدين بالالوان الميه، ودلوقتي هي شغاله في كورس الاكريليك. فانا حبيت انمي لها الموهبه دي عشان تكبر معاها وتتعلم، ويبقى عندها لما تدخل امتحانات او قدرات او حاجات زي كده يبقى عندها الخلفيه كلها وملمه بكل حاجه. والله هي الموهبه عندها دي بدات من عندها من حوالي وهي عندها 6 سنين. هي بدات تنمي موهبتها دي بنفسها وانا كنت متابعها، قلت بقى لازم عشان انمي معاها الموهبه ديت لازم يبقى فيها اضافه بالدراسه والتعليم اكتر، فبقيت اشركها في الاكاديميات وان شاء الله باذن الله انميها اكتر واكتر، بحيث هي حابه الموضوع قوي جدا ومتمكنه فيه ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقها ان شاء الله. تقرير جميل. في ملاحظين سراع كده، اولا علا حجازي شاطره جدا في مونتاج التقرير وان طلعنا لنا تقرير بالشكل ده، بشكرك طبعا علا حجازي زميلتنا العزيزه. وان اولياء الامور كتير من اولادنا عندهم مواهب كتير جدا، ان انا اشتغل عليها وان انا انميها مش بس عشان فيروس كورونا واحنا قاعدين في البيت، ان ده تبقى السمه لكل اولياء الامور. بشوف ابني بيحب حاجه معينه في الرياضه، بيحب الرسم، ان انا انميها وان انا اوديه الاكاديميه المخصصه ليها او اوديه النادي، ده شيء محترم جدا. فتحيه طبعا لاولياء امور لريتاج. طبعا احنا متعودين مع بعض احنا اخر الاسبوع لازم نتكلم شويه في الرياضه، نشوف ايه الاخبار وايه اللي حصل في مصر الفتره اللي فاتت. الزمالك كسب الاهلي 3-1، مش فاكر حاجه تانية بعديها، ولكن في احداث اكيد، وفي بكره الزمالك وبيراميدز، وفي كمان قضيه ميسي. انا مش عارف ميسي هيعمل ايه الصراحه، ما بيروحش التمرينات لحد دلوقتي، النادي هيقدر ايه يقلب عليه؟ ما اعتقدش. واعتقد كمان عندنا مشكله كبيره هتحصل من الاتحاد الافريقي مع الانديه. ليه؟ لان الاتحاد الافريقي حدد موعد البطولات اللي هتلعب فيها سواء الكونفدراليه او بطوله الانديه، مش هيكون الدوري خلص عندنا، طب الاسامي بتاعت الفرق هتروح ازاي؟ تفاصيل كتير كده في الوسط الرياضي انا مش فاهمها الصراحه. خلينا نروح لصديقنا العزيز الناقد الرياضي الاستاذ محمد جمال. يا ابو حميد صباح الورد. صباح الورد عليك يا خيري ورب تكون كويس. يا رب الحمد لله كله تمام. خلينا نبدا بكره، بكره الزمالك وبيراميدز وماتش كبير جدا. عبد الله السعيد رجع؟ عبد الله السعيد صعب المباراه بكره، ومباراه تبقى قويه جدا طبعا بين فريقين
بنفسه بشكل كبير جدا طبعا. على المركز الثاني خصوصا النادي الاهلي خلاص يعني خلينا واضحين اقترب من بطوله الدوري المصري السنه دي. الزمالك ماشي بشكل كويس بعيدا عن حتى الفوز الصعب على انبي المره الماتش اللي فات، لكن قدر انه يفوز على الاهلي وقدر يكمل مباراه كويسه. وكمان زي ما شفنا غايد طبعا بتضحك انت مبسوط طبعا بفوز الزمالك كارتي روم بيقدر يدير المباريات الكبيره. بيراميدز فريق كويس جدا وفريق قوي جدا وفريق عنده لعيبه سواء اللعيبه البدلاء او حتى اللعيبه الاساسيين كلهم زي بعض كلهم لعيبه يعني زي ما نقدر نقول كده يعني ناس يعني جامده جدا. فالماتش هيكون قوي جدا بين الزمالك وبيراميدز. وبيراميدز نادي قوي وبيلعب ماتشات تقيله قوي قدام الاهلي والزمالك، والصفقات اللي انا عمال اسمعها عن بيراميدز لو بتتم فعلا بيراميدز هينافس على الدوري السنه الجايه خلاص، يعني مفيش كلام. هو ده هدفهم يعني بدليل اللي انت شايف التعاقدات عامله ازاي، شايف ان هم قربوا من رمضان صبحي بشكل كبير جدا. وكان النادي الاهلي اعلن ده، اعلن ان اللاعب ابلغ النادي برغبته للعب في بيراميدز، وده اكبر دليل. وعندهم طبعا احمد فتحي اللي اعلنوا هنضمه طبعا بدايه الموسم صحيح. طبعا ده يدل ان الفريق السنه الجايه عايز يكون في دوري ابطال افريقيا، ده اقل حاجه، وعايز ينافس على بطوله الدوري صحيح. السنه دي انت شايف هو 45 نقطه مع نادي الزمالك، الاثنين في المركز الثاني والثالث بنفس رصيد النقاط، لكن الاثنين عندهم طموح ان هم يوصلوا دوري ابطال افريقيا، خاصه خلاص ان المركز الاول بقى بعيد عنهم، فهم الاثنين بيتنافسوا على مركز واحد لحد طبعا ما جت موضوع الاتحاد الافريقي كده اربك الامور شويه. حله بقى ايه عشان مش فاهمه يا محمد، يعني هيحصل ازاي؟ الاسامي هتتبعت ازاي للفرق؟ بص يا غيري، هو الموضوع هو الاتحاد الافريقي امبارح ما قررش حاجه، هو اعلن عن اربع سيناريوهات او عن سيناريوهات انت بتختار ما بينها الانسب ليك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان السيناريو الاولاني هو الاتحادات اللي هي خلاص تم عندها انتهاء الموسم وحددوا مين اللي رايح دوري ابطال افريقيا ومين رايح كاس الكونفدراليه، تمام؟ ده احنا مش منهم. الحل الحاجه الثانيه اللي الناس اللي ما اكتملش الموسم عندهم ولكن محددين من اول وثاني وثالث ورابع، تمام؟ دوت حصل مثلا في لو جينا في اوروبا هنلاقي باريس سان جيرمان فاز بالدوري الفرنسي والدوري اتلغى مع ان هو توج بيه، خلاص حددوا البطل وحددوا الهبوط والثاني والثالث وكل حاجه. في بقى الحل الثالث ده اللي هو انت خلاص انت الموسم ما اكتملش عندك بس ما حددتش ولا اول ولا ثاني ولا ثالث ورابع، فهنا هترجع للموسم اللي قبله، يعني هتشوف مين الاربعه اللي راحوا دوري ابطال وكاس الكونفدراليه في الموسم اللي فات 2018 19 وهتوديهم. الحاله الرابعه اللي احنا فيها بقى اللي احنا الموسم اكتمل بس لسه ما انتهاش وصعب ان هو ينتهي قبل 20 اكتوبر صحيح. فهنا الحل ايه؟ هنا الاتحاد الافريقي قال لاتحاد الكوره انت اللي ليك حق الاختيار ما بين السيناريو الثاني والسيناريو الثالث، اللي هو انت عندك دلوقتي حق ان انت تختار الاربعه قبل يوم 20 اكتوبر وانت تبعتهم لي او تختار ما بين الاربعه اللي فاتوا. طب المشكله يا محمد اعتقد هيبقى في الفريق الرابع، مدي الصلاحيه للجنه المؤقته، اللجنه الخماسيه المؤقته، اعتقد الاول والثاني والثالث الفريق الرابع هو المشكله، ولا انا فاهم غلط؟ بص هي مشكله طبعا من اول الثاني للرابع، الاهلي ضامن نفسه في دوري ابطال افريقيا سواء الموسم اللي فات 18 19 لو رجعوا ليه سواء او سواء الموسم دوت لو حتى اختاروا في اي وقت، الاهلي طبعا هو الاول برضه فاهم. فالاثنين مش فرق كبير بالنسبه للنادي الاهلي. لكن الحاجه الثانيه هو الزمالك وبيراميدز، انت بيراميدز السنه اللي فاتت كان المركز الثالث فراح كونفدراليه، طب هل السنه دي بيراميدز بعد الصفقات دي وبعد كده بينافس على المركز الثاني ودوري ابطال افريقيا هتبعت الموسم اللي فات، فانت كده خليت بيراميدز يروح كونفدراليه برضه ان بيراميدز تروح دوري الابطال. طيب المقاولين اللي مقدم موسم ممتاز السنه دي صحيح. وقادر ان هو يوصل للمركز الرابع، كابتن عماد النحاس عامل شغل رائع وقادر ان هو يعمل مباريات كويسه صحيح. وكسبان الزمالك وعامل شغل كويس. انت هتقدر ان انت تيجي دلوقتي تقرر ان انت المصري اللي يروح بالنسبه للموسم اللي فات، المصري السنه دي انت شفت فيه لخبطه شويه وفي المراكز الاخيره في جدول الدوري. فهنا اتحاد الكوره انا وجهه نظري وشايف ان ده اللي هيحصل، اتحاد الكوره عنده حل من حلين، يعني يستنى اليوم 20 اكتوبر قبلها بيوم يومين كده ويشوف الدنيا وصلت لفين، الاربعه الاوائل مين حاله ابتدت تتحدد شويه، ما انت برضه لو لقيت الاهلي فارق والزمالك مثلا او بيراميدز حد فارق عن الثاني والمركز الرابع هتكون الرؤيه وضحت شويه. لو الرؤيه وضحت شويه خلاص كويس الدوري هيكون فاضل له 10 15 يوم فهنا هتقدر ان انت ايه تبعت الاتحاد الافريقي الاسماء. لكن لو الاربعه في نفس الوقت لسه الدنيا صعبه شويه هي مش بالايام يا ابو حميد، هو على 18 اكتوبر كده هيكون في باقي كام ماتش في الدوري؟ هي بالماتشات يعني. بص هو طبعا عشان في مؤجلات اللي هتحصل بالنسبه لمشاركه الاهلي والزمالك وبيراميدز في دوري الابطال والكونفدراليه، فاعتقد ان ممكن يكون متبقي اسبوعين من اسبوعين لثلاثه ممكن يعني برضو تقدر تحسن فيها الصراحه. تقدر تحسن فيها، بس لو لسه ما اتحسمش انا اعتقادي ان هيبقى الاقرب حلين، يا اما اتحاد الكوره هيطلب استثناء ان ممكن تتعمل القرعه وكل حاجه زي ما بنقول ايه ارقام يا خيري، يعني اللي هو مصر موجوده اول وثاني وثالث ورابع بس بعد كده نتسكن، يعني بعد ما يتم بقى الظهور نتسكن صحيح. وده اعتقد حصلت قبل كده. والحاجه الثانيه يا اما
انك ترجع للموسم اللي فات. فهنا الموسم اللي فات ده انت محتاج مش هيقدر اتحاد الكره اعتقد يعمل يرجع الموسم اللي فات. مش هيقدر الانديه تقعد مع الانديه وفي انديه طبعا صحيح. الموضوع ده هتبقى فيه ظلم كبير جدا انها مقدمه موسم ممتاز طبعا. فانت كده بترجع للموسم اللي فات تاني. بص هو الموضوع ده حصل كتير جدا في الكره المصريه والسنه اللي فاتت اعتقد. طب نقدر نقول ان ماتش الزمالك وبيراميدز بكره يبين مين اللي هيفرق عن التاني؟ يعني اللي هيكسب بكره هيفرق؟ والله بص يا غالي انا وجهه نظري ان قبل 20 اكتوبر هيكون الدنيا وضحت شويه، لان انت بكره زمالك وبيراميدز ولسه الماتشات الجايه للزمالك او الماتشات الجايه لبيراميدز والدوري المصري بصراحه بقى حلو شويه، يعني بقى صحيح. بقى في ممكن فرق بتفوز على بعض وتعادلات وهزايم وبتاع، فانت تقدر ان انت هتلاقي قبل 20 اكتوبر انا وجهه نظري هتلاقي الرؤيه وضحت، خاصه ان الفوارق مش كبيره بس خلال اربع او خمس ماتشات جايه هتلاقي الدنيا وضحت شويه، لسه 20 اكتوبر فاضل له كتير، فاضل له يعني قدام شويه واعتقد ان ايوه يعني مين اللي هيكسب بكره؟ انا ده اللي غرض من السؤال. لا هو انا بكره وجهه نظري انا وتوقعاتي تعادل، بس انت توقعاتك انت اللي في الاخر هي اللي بتحصل. مش هتوقع عشان ما ازعلكش، مش هتوقع، بس اعتقد الاجابه واضحه يعني. اشكرك صديقي العزيز استاذ محمد جمال ناقدنا الرياضي، دايما بحب افهم منه وفهمنا الصراحه السيناريوهات المختلفه للاتحاد الافريقي هيقدر يعمل ايه واللي بيها الاتحاد المصري او اللجنه المؤقته تقدر تعمل ايه لحد 20 اكتوبر. اعتقد لحد 17 18 اكتوبر هيكون بان شكل الفرق، فده هيسهل على اللجنه المؤقته. خلينا نروح بقى نشوف مع بعض خدمات صباح الورد النهارده ونروح لفاصل ونرجع نبدا فقرات. لسه مكملين مع حضراتكم ونروح لاول فقراتنا النهارده. الازمات طبعا بتظهر معادن المصريين وده شفناه الفتره اللي فاتت في طبعا في جائحه كورونا قد ايه الناس كلها وقفت جنب بعض، ولاحظنا كمان ان كله ايدين بعض، مش بس الافراد ولكن كمان المؤسسات، تحديدا المؤسسات والجمعيات والمؤسسات الخيريه، تعاونها كمان مع وزاره التضامن كان بشكل محترم جدا. النهارده حابين نتكلم بشكل اكبر عن قيمه العمل التطوعي اللي بيقوم بيه افراد او مؤسسات او جماعات خيريه، وكمان ده مهم قد ايه للمجتمع وجزء اساسي الصراحه في تقدم وتخطيط لمشكلات كتير قابلتنا. يعني احنا قبل كورونا على طول كان عندنا السيول وعندنا الامطار وكوارث الامطار، كانت برضو الجمعيات والمؤسسات الاهليه كانت موجوده في ده. النهارده في الاستوديو الاستاذ صلاح كمال نائب رئيس مؤسسه وفراء العمل التطوعي للتنميه المستدامه. استاذ صلاح صباح الورد عليك. صباح الجمال، اهلا وسهلا. دايما اي مسؤول في مؤسسه خيريه بيقعد قدامي لازم الاول اوجه له الشكر لان هو عمله مجهود محترم، وحضراتكم عملتوا مجهود محترم بفكر مختلف الصراحه. الفكر الاول بتاع المؤسسه ايه؟ احنا كمؤسسه وفراء العمل التطوعي ابتدينا من 2016 كمؤسسه كعمل مؤسسي. تمام. ابتدينا احنا طبعا عندنا خلفيه بحاجه اسمها اهداف التنميه المستدامه. تمام. اللي هي بتشتغل على كل الجوانب الخاصه بالمجتمع، صحه، تعليم، التعاون مع الجهات الرسميه في الدوله، مقاومه الفقر، الامراض، المستشفيات. فاحنا مش بنشتغل ان احنا بنقدم دعم فقط. صحيح. احنا بنوعي الفرد، بنوعي الشباب، بنركز على الشباب بشكل كبير. فكان فكرنا كله مش تقديم دعم ولكن هو توعيه
ومع الدعم برضو بنكمل مؤسسات الرسمية، مؤسسات الدولة لازم يبقى في تعاون معها، لازم نكمل دورهم. فبيبقى دورنا مكمل ليهم، وبنحاول ان احنا نساعد ان احنا ننفذ خطط معاهم، وده في مشاريع احنا عاملينها بشكل كبير. هنروح لها، بس انا لازم افضل في البدايات شوية. انا في شاب قاعد قدامي فهو فاهم فكر الشباب، جمعته ازاي وازاي ميولكم الاول؟ كانت الميول للعمل التطوعي او العمل الخيري، لان الاسم هنا سفراء العمل التطوعي، انا عايز ابقى سفير او عايز ابقى ناقل لفكر الشباب، ولكن ازاي اقدر افيده بمعلومه، ازاي اقدر افيده بفكر جديد او بتدريب. انا فاهم صح كده؟ فاهم صح. بالنسبه لكلمه سفير العمل التطوعي، احنا يعني بخلفيه شغلنا قبل كده ان السفير ده هو صفوه الدولة بتختاره عشان يروح يمثل الدولة ويكون صحيح. أحسن حد ممثل للدولة. فاحنا شفنا ان العمل التطوعي المفروض يكون اللي بيمثله يكون سفير بيضيف لي بيفكر بشكل كبير، يوصل رسالة كويسة. فاحنا فكرة كلمة سفير العمل التطوعي هي كان الهدف منها ان احنا نوصل افضل حاجة للمجتمع. تواصلنا مع الشباب، احنا ابتدينا مجموعة من الشباب بنحاول نوصل دعم للناس، بدأت عندنا جروب على الفيسبوك، بدأنا نتواصل على السوشيال ميديا، بدأنا ان احنا نعمل ايفنتات الناس تتجمع فيها، بدأت الاعداد عندنا تزيد. وكمان احنا مش على في مصر بس، احنا بقينا عندنا قاعده من البيانات للشباب في الوطن العربي كله. يعني كل الشباب ومركزين على شباب الجامعات، طبعا في جميع الاعمار السنيه، بس شايفين ان الشباب هم اكبر طاقه واكبر ناس تقدر تدي. هو العمود الفقري للمؤسسه عندنا، والعمود الفقري لمصر ان هي طاقتها او ثروتها الحقيقيه في الشباب. في الشباب. فاحنا بقينا مركزين على الشباب بشكل كبير، واللي يميزنا عن اي حد تاني ان احنا شغالين في الوطن العربي، متواصلين مع كل الشباب، عاملين حاجات هنتكلم فيها كبيره مع كل الشباب. شايف ان التواصل مع شباب الوطن العربي او شباب الافريقي كمان تحديدا بيبدا بيعمل شغل في تبادل ثقافات مثلا، تبادل فكر، بيطور من سفراء اللي موجودين عندك؟ طبعا احنا يعني في ازمه كورونا دي كان لينا تفاعل مع شباب كتير في الوطن العربي، وجبنا نماذج كل دوله كانت من الشباب والمبادرات والمؤسسات عملت ايه، واجهت المشكله ازاي بفكر الشباب نفسه. فكنا عاملين مؤتمر كان خطيبنا في وزاره التضامن، وكنا مجمعين اكثر من 17 مبادره في 17 دوله. وازاي نتواصل، ازاي ان احنا نطور نخلي الشباب يبقى مهتم بالعمل التطوعي، وازاي ان هو يكون بناء في دولته، ازاي ان احنا نتعامل مع الازمات. وحاطين فكر طبعا استراتيجي للتعامل معاهم، قاعدة بيانات، وأي شاب بيجي احنا بنعمل له زي انترفيو، إذا كان أونلاين وإذا كان من خلال المقابلة في جميع محافظات مصر مع الدول بره، وبنبتدي نختار الشباب ونوجههم بالشكل اللي هو يضيف. ما هو التوجيه ده هتوقف الصراحة هنا بقى، ما هو أنت سفير عشان ينقل معلومة أو ينقل الخبرة لازم يكون هو مؤهل. التأهيل بيكون من خلال المؤسسة ولا بتختار الشاب المؤهل للنقطة اللي انت عايزها؟ الاثنين. ان احنا عندنا برامج تنفيذية بنشتغل عليها، وعاملين برضو ازمة كورونا دي اظهرت لنا حاجات كتير. بقينا نعمل دورات تدريبية، مش لازم نجمع الناس في مكان بس، بقينا نعمل فعلا كم من الدورات التدريبية اللي بتساهم في تطوير فكر الشباب خلال الفترة اللي فاتت اونلاين كلها، وبندي شهادات وبنعمل تدريب في القيادة، إدارة الوقت، تنمية المهارات، التصوير، بنحاول ننمي قدرات الشباب في كل واحد حسب مجال. أهم الاحتياجات اللي شفت شبابنا محتاجها من خلال سفراء حضرتك لما بيجوا، واضح إن شغالين بشكل منظم، عامل قاعدة بيانات وعارف بتتحركوا إزاي، أهم احتياجات الشباب إيه؟ الشباب محتاج النماذج، او محتاج اللي يبتدي يستفيد من الطاقه بتاعته. هم الشباب عندهم طاقه كبيره طبعا كويسه، بس ازاي ان احنا نوجهه، ازاي ان احنا نضيف له، ده اللي احنا بنحاول نعمله في المؤسسه عندنا. الشاب لو هيضيع وقته في حاجه مش مفيده احنا مش بنحب ده. فابتدينا ناخد الرياضه، ابتدينا ناخد الفن، ابتدينا ناخد التصوير، اي حد عنده موهبه، اي حد عنده حاجه في السوشيال ميديا هو بيحب ده، بنبتدي ننمها له وبنبتدي نوجهه بالشكل الصحيح. بتنمها له ازاي وبمين؟ من خلال دورات تدريبيه ومن خلال متخصصين. بتجيب متخصصين عندك في المؤسسة؟ طبعا انا عندي مدربين ومتخصصين، وده كله
يعني احنا كنا بنتعامل في ايفنتات وبنجمع الناس، دلوقتي بقينا اونلاين، فكل حاجه بقت بتتعمل عن طريق الاونلاين وبندي شهادات دعم للشباب. واعتقد ده اوفر لك، لان انت كمان مش جهه ماديه او جهه عندك سيوله طول الوقت، فده اوفر لك ان يبقى اونلاين، اوفر واسهل في التواصل. بس احنا وأأمن. طبعا وامن. والحاجه الثانيه، احنا لما ان شاء الله الدنيا تفتح احنا ممكن نعمل تجمع برضو بيضيف، يعني احنا لما بنعمل تجمعات بنعمل تجمعات تضيف وتبقى هادفه للتنميه. استاذ صلاح حاجه بتكلمني هنا على القاهره وبتكلمني على 27 محافظه. بتكلم على 27 محافظه. 27 محافظه عندنا قاعده بيانات للشباب المتطوعين في 27 محافظه. هي. وبنتعامل مع الشباب اذا كان جامعات، اذا كان شباب خريجين، اذا كان، فطبعا وكله في استمارات بيانات وبنعمل مقابلات اونلاين، وعندنا في ال 27 محافظه تواصل معاهم بشكل جيد. هي. ده كشباب. عندنا عمل تنفيذي او عمل ميداني، احنا لفينا برضو في 27 محافظة تقديم مساعدات. يعني لفينا، مش هقول 27، هقول اكتر من 17 محافظة. هي. نزلنا بقى لينا ناس ميدانيين 17 محافظة محتاجين. محتاجين. يعني انت رصدت ان 17 محافظة دي من القرى بتاعتها او من المدن محتاجين. محتاجين لينا شباب فيهم، ولينا مؤسسات بنتعاون معاهم بقاعدة بياناتهم، بحيث ننزل احنا نبقى عندنا فريق ميداني. هي. وفريق بنأهله عن طريق الفكر والقدرات. الفريق الميداني كان من خلال سفارة العمل كان بيقدم ايه؟ زي بقى اي مؤسسة. بنقدم تسقيف بيوت، شنط غذائية، تزويج ايتام، مشاريع صغيرة، بنتعليم، توفير احتياجات مستشفيات، علاج حالات مرضية. فكنا بنتعاون مع كل الناس في اي، بنعمل بحث الحالة ونبتدي نوفر الحاجه حسب احتياج القريه اللي احنا رايحينها. دول 17 محافظه عشان دول اللي حضرتك رصدتهم، ولا دول توزيع عمل ما بين مؤسسات اخرى شغاله مثلا على باقي العشر محافظات؟ لا، انا رصدتهم، ان انا يعني طبعا كنا بناخد التقارير المحافظات الاكثر فقرا ونبتدي نشتغل عليها. اشتغلنا في خط الصعيد، في يعني اي مكان فيه مشكله بنحاول ان احنا نروح نتواجد فيه. طبعا ده كان في خلال السنين اللي فاتت، بس احنا بنحاول نطور من فكرنا ان احنا عايزين نعمل في حاجه بنعملها اسمها القريه النموذجيه. دي يعني بنظبطها مع وزاره التضامن حاليا، ان احنا نعمل برنامج نقعد في القريه دي مثلا نموذج 4-5 سنين، نبقى شغالين على كل الجوانب بتاعه القريه. من تعليم، من صحه، من تاهيل العاملين في المؤسسات، في المدارس محتاجين دورات، فبنشتغل عليها بشكل متكامل. نعمل فرص عمل، نعمل لهم مشاريع تبقى المكان اللي هم فيه متخصصين فيه حسب طبيعه المكان. فبندرس الموضوع وبنشتغل عليه. ده نموذج هيبقى عاملينه. محتاج الدولة في ده في ايه؟ الدولة اساسي في ده. انا مش هروح اشتغل مع نفسي والمؤسسات بتاع الدولة شغالة مع نفسها. صحيح. انا قبل ما هدخل مكان لازم اكون بنسق مع الدولة. ما ينفعش انا ابقى بشتغل مني لنفسي. لا، انا بشوف حتى برامج الدولة ايه وابتدي اكملها. انا شايف العجز هنا في ايه، انا راجل ميداني بنزل اشوف التقصير فين، بشوف المستشفى دي فيها مشكلة ايه، بشوف المدرسة دي محتاجة ايه. ابتدي انا احط فريق العمل بتاعي، ابتدي اهل المدرسين نفسهم، الدكاترة عندهم مشكلة، ابتدي اشوف ازاي على الاجهزة بتاعت المستشفيات، الامراض اللي موجودة في المكان ده، ازاي ان احنا نوعي الناس ان هي تحافظ على نفسها. فلازم الدولة، ما ينفعش. في دور توعوي هنا كمان طبعا. انا عندي بعض الاراء لأهالينا، خلينا نروح نسمعهم ونرجع نكمل مع بعض فقط. شاركت قبل كده في عمل تطوعي؟ كنا بنعمله في رمضان، كنا دايما بننزل للناس الغلابه، كنا بنجيب لهم اكل ونروح نفطرهم الاول قبل ما احنا نفطر وهكذا. قعدنا نساعد اليتامى، الناس الغلابه. طبعا لا، ليه مجال واسع جدا، يعني حتى في رمضان معظم اساسا الاعلانات بتبقى عن العمل التطوعي. في رمضان دايما بنبقى بكتله جماعيه ان احنا نساعد الناس التانية. يعني انا عن نفسي في الصعيد بتمنى انه يكون ده دايما دايم، لكنه في شهر رمضان بيكون زايد جدا وبيكون ايه بفرحه. هو المفروض صراحه يعني، لان في ناس كده بتطنش الموضوع احيانا، بس هو صراحه المفروض انه يكون ليه مكانه كبيره، لان هو بصراحه بيساعد الشعب جامد جدا. يعني هو العمل التطوعي مش ليه مجال في مصر، هو واجب في مصر، هو لازم في مصر، لان مصر زي ما انت عارف بنسبه 80% منها عمال. هو خالي الصراحه قال لي كده، قال لي ننزل وبتاع، واحنا يعني يعتبر في عز الفيروس، قال لي ننزل انا واصحابي
ونقف جنب الدكاتره عشان الدكاتره برضو نصها كانت بتتعب ونصها كانت يعني بتقع. انا اتمنى، انا عن نفسي بقول لك جاي من صعيد، اتمنى، انا اصلا خريج معهد تحاليل طبيه ودرست تمريض، واتمنى ان حد يطالبني باي حاجه. حابين نعرف اراء الناس عن العمل التطوعي. الجميل ان الناس فاهمه وعارفه دور العمل التطوعي مهم ازاي، وفي من شبابنا الجميل كمان قرايبه قالوا لا انزلوا واشتغلوا وتحركوا رغم طبعا جائحه كورونا والخطوره اللي ممكن تبقى موجوده، ولكن واضح ان هي بقت جوانا يا استاذ صلاح. يعني الناس كلها مش بس رمضان، كلنا بنحاول نجتهد على قد ما نقدر نتقرب الى الله في رمضان، ولكن واضح ان هي بقت فكره خلاص. ده اللي حابين نخرج منه من التقرير. طبعا احنا يهمنا ان احنا في ان احنا ننشر ثقافه العمل التطوعي، ان كل واحد ليه دور في المجتمع يقدر ان هو يساعد بيه غيره. ده اساس فكرنا. اذا دور حضرتك هنا كمان في دور توعوي، مش بس خدمات بتقدمها او انشطه حتى او تدريبات. طبعا احنا عندنا مشروع عاملينه مع وزاره الشباب والرياضه، ده حاجه اسمها رياضه من اجل البناء والتميز. دي حاجة عاملينها زي معسكرات للأطفال المرحلة الإعدادية. بيجوا يعسكروا في مركز شباب أو تبع الوزارة، وبنبتدي نعمل لهم معسكر تدريبي رياضي، إزاي يأكلوا أكل صحي، إزاي يعملوا تمارين رياضية، إزاي إن هم نعمل لهم أنشطة ثقافية، بحيث إن احنا نوعي الأطفال دي ونوصل لهم الوعي اللي هم يحافظوا بيه على صحتهم ويبقوا متفوقين. ووزارة الشباب متعاونة مع حضرتك في ده وتوفر لكم مراكز الشباب كله. احنا لازم نبقى بنمشي بالتوازي معاهم. طبعا ما دام هم إعدادية يبقى طلاب، فلازم تنسق مع تربية المدرسة ومع وزارة التضامن. لمحت في شغل حضراتكم كمان في شكل من اشكال دعم السياحه، بيتم ازاي؟ احنا عملنا حاجه اسمها معسكر تخييم للشباب الجامعات، وبنختار اماكن سياحيه. ابتدينا فيه في محميه راس محمد في شرم الشيخ، كان معانا وزاره البيئه ووزاره الشباب راعيين للحدث. بناخد الشباب يقعدوا في معسكر يلعبوا رياضه، برضو نفس الحكايه، معاهم دكتور، معاهم مدرب، بياكلوا اكل صحي، بيعملوا مجهود مناسب ليهم، وبنعمل لهم ازاي يحافظوا على البيئه، ازاي يحافظوا على يعرفوا تاريخ المكان، المحميات. انت مش بس بتشجع السياحه الداخليه وبتنميها، لا انت بتحاول ترفع ثقافتهم كمان تجاه المنطقه اللي هم فيها، ثقافتهم اتجاه المنطقه. وفي نفس الوقت لو في قضيه ما احنا عايزين نركز عليها زي البلاستيك واضراره، كنا عاملين تركيز على عدم استخدام البلاستيك، وحتى في الكامب احنا ما كناش بنستخدم اي حاجه بلاستيكيه حاديه الاستخدام، وكنا كل الاكل بياخدوه. دخلتني وزاره البيئه في الموضوع، نسقت معاكم انك تديك من الارشادات او من المعلومات اللي عايز تديها للشباب. بيجي كان مدير المحميه بفريق العمل بتاعه، وزاره الشباب بفريق العمل بتاعها، موجودين بيوعوا الشباب، المدربين، دكتور التغذيه، بحيث احنا بنقدم للشاب، هو مش مجرد رايح يشارك في حاجه او موجود في حاجه، لا احنا بنوعيه. يبقى هو خارج من الكامب ده والمعسكر ده عنده معلومات كويسه، وقادر ازاي ان هو يكون مفيد في مجتمعه بشكل عادي. تمام. العمل التطوعي ما بيتوقفش، هي فقرتنا لا تتوقف لان وقتنا انتهى، ولكن لازم هيكون في لقاءات بينا كتير لشغل حضراتكم، اللي هو شغل فعلا مختلف شويه، شغل فيه تطوير لعمل مؤسسي وتحديدا مؤسسات العمل التطوعي. كل الشكر للاستاذ صلاح كمال نائب رئيس مؤسسه سفراء العمل التطوعي للتنميه المستدامه. نورت صباح الورد، وبحييك مره ثانيه وبشكر كل فريق العمل بتاعك. شكرا جزيلا. شكرا محمد. خلصنا فقرتنا الأولى، لسه عندنا فقرات أخرى، فابقوا معنا.
مستمتع بالتقرير صراحه وانا بتفرج، لان هم فنانين بجد، كل اللي ظهروا في التقرير عندهم الموهبه بجد وبيقدموا فن بجد، وقدموا لنا فن عايشين عليه لحد دلوقتي. الفنان اللي موجود معانا النهارده ادواره كلها صراحه متميزه من اول يوم بدا في العمل الفني. طفل، مش هقول طفل، شاب عنده 16 سنه التحق باحد الفرق الفنيه الكبيره ساعتها، هنعرف كل التفاصيل جوه طبعا، ولكن راح لقطه يوسف شاهين. اما يوسف شاهين يلقطه يبقى ده اكيد فنان عنده موهبه من البدايه، اشتغل عليها طبعا وشارك في كتير من الاعمال الجميله لسه لحد دلوقتي بنتفرج عليها زي ما قلت لحضراتكم. المشاهد المصري والعربي مرتبط بيها جدا، محدش هينسى اسكندريه ليه وحدوته مصريه، المصير، انا مش معاهم. فنان جميل استاذ سيف عبد الرحمن، صاحب ادوار في مسلسلات كتير كمان جدا، المحروسه بقى ونابليون، فرقه ناجي عطا الله مؤخرا مع الزعيم عادل امام، حياه فنيه كبيره جدا وبيت فني كمان، ولكن هركز في حياته الفنيه اكتر لان هو وحشنا جدا وعايزين نعرف بيعمل ايه وهيقدم لنا ايه. صباح الورد يا فندم. يا صباح الفل وصباح الجمال حبيبي. مستمتع ان حضرتك موجود معايا، لان انا بحب اقعد مع فنانين بجد بيقدموا لنا فن بجد، وبتفرج وانا قاعد مع حضرتك على اعمالك وكلها في عينيا وكلها مركز فيها جدا. البدايه كانت زي ما انا قلت فعلا 16 سنه كده. وبعدين رحنا ليوسف شاهين. حبيبي قلبي، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ثروت عكاشة كانت فرقه رضا طلعته منوره الدنيا، فقال لك عامل فرقه للدوله يعني. صحيح. الثقافه كانت شيء مهم وهو كان راجل عبقري والدوله كلها والحياه والرئيس يعني عصر النهضه، عصر الستينات، السبعينات يعني احلى حاجه. فقرر ان يعمل فرقه قوميه مقابله لفرقه رضا. تمام. فجاب خبر من الاتحاد السوفيتي وعمل اعلان. فكان من حظي شاب في مدرسه ثانوي ويتنطط وبيلعب رياضي، فقدمت. فحقيقه يوميا كان مبالغ كبيره قوي، اعداد ضخمه طبعا. الخبير الروسي يعني نقى حوالي 40 20 ولد و20 بنت، كان من حظي ان انا واحد منهم. وكان دي البدايه. واستمرت في الفرقه. انا من المؤسسين يعني. هو كان عايز ياسس الفرقه دي فتاسست الفرقه. النقله يا فندم جت ازاي؟ لا لا، وانا بس على خشبه المسرح بعد ما يعني طلعنا لفينا العالم، وفعلا يعني كنا صوره حلوه لمصر والناس كانت فرحانه بينا، فنانا الشعب الجميل، لان ربنا ادى البلد دي بجد حاجات كتير قوي حلوه. صحيح. صحيح. هو حاميها وهو يعني بيحب مصر وذكرها في قرانه وفي دينه وفي كلامه. فيعني شعب مبدع، شعب بيحب الفن، بيحب الحياه، بيحب الفن وذواقه للفن، وفي كتير من الفنانين موجودين، ولكن بيحتاج دايما اللي بيلقط الفنانين دي او اللي اشتغل على الموهبه بالزبط. دي اشتغل عليه يوسف شاهين بقى. ده كان شاهين. شاهين دي عبقريته. شاهين هو يعني اتولد عشان يعمل سينما ويعمل فن. فاختار عمر الشريف، واختار عز العلايلي، واختار شكر السرحان. فمن حظي انه شافني على المسرح بتنطط وارقص والعب وبروح وكده كده وعندي ابتسامه، قال نشوف الولد ده. فالمساعد بتاعه جالي بالليل يعني على خشبه المسرح في الاستراحه، قال لي الاستاذ يوسف شاهين يعني يسعدني يتعشى معاك النهارده. حلم حياه طبعًا. اي شاب في الدنيا يتمنى. شوف الجمال، يتعشى معاك النهارده يعني بيحتضنك من بدايه اول هو يحب فنه وبيحب شغله وبيحب ولاده وبيحب كل الممثلين حقيقه يعني. فكان من حظ الحلو، ورحت سهرت معاه يوميا في الفيشاوي بالليل، واداني السيناريو اللي اقراه طبعا طول الليل ما عرفتش انام. قريته. انا بتفرج طبعا وانا بكلم حضرتك على صورك مع الراحل طبعا يوسف شاهين. الف رحمه ونور عليه. كان استاذ عظيم. بدانا بايه؟ بدانا بحدوته مصريه اعتقد. ابتدت فجر يوم جديد. فجر يوم جديد اول حاجه صح. 63 فهو كان محضر الفيلم وكان خلاص بيصور معاه الاستاذه سناء جميل مسلسله مصر العبقريه. وكانوا نقوا فعلا كذا شاب حتى منهم في نجم بعد كده لمع، وهو اللي قال لي انا ما كنتش عارف انه كانوا مختارينه. بس مع بينه وبين سناء والاتفاق شافوا انه هو لسه صغير وانا يعني اقوى او شاب يعني. عارف ان اتربت كمان صداقه مع الراحله الجميله سناء جميل، وليها دور تاني في البيت، مش هنتكلم عليها، خلينا في الدور الفني. الف رحمه ونور عليها. ربنا يديها طبعا، ربنا يرحمها طبعا. طيب بعد فجر يوم جديد رحنا لايه؟ رحنا عملنا ناس والنيل، السد العالي، جمال عبد الناصر، وتحويل مجرى نهر النيل والنوبه والهجره. الفن يا فندم كان بيرصد الاحداث اللي بتحصل في المجتمع. طبعا. وده كان حدث كبير ساعتها. كان عمل لهم صلاح الدين فرحانين بيه طبعا. عبد الناصر الله يرحمه كان حاطط نسخه من الفيلم ده عنده في البيت. لما كانوا يجوا الزوار او السياح او اي رئيس دوله يفرجوا على الفيلم. الصدام والقذافي تحايلوا على شيرين يعمل لهم حاجه زي كده. قال لهم يعني انا ممكن اساعد او اشرف، لكن لازم ابنكم هو اللي يعمل الحاجات دي.
كان وتتوالت بقى الاعمال مع شاهين من يوم ما اتعرفت عليه سنه 63 على خشبه مسرح البالون في الفرقه القوميه الفنون الشعبيه، وبعدين رحنا الفيشاوي لغايه اخر يوم في حياته. حقيقي ما افترقناش، كان فعلا نعمل صديق ونعمل اخ، دخلنا في بعض يعني. انا دخلت في عيلته وهو دخل في عيلتي، عرف ابويا وامي واخواتي وانا عرفت امه واخته واولاد اخته وصارت صداقه. مدرسه يوسف شاهين مدرسه بنعتبرها او انا بشوف ده هي مدرسه مختلفه في الفن شويه، ولكن حضرتك برضو تنوعت يعني، رحت برضو المخرجين اخرين واشتغلت في شغل ثاني. مع ان دي مدرسه صعبه اللي اشتغل مع يوسف شاهين بيفضل في الحته دي دايما. لا بس لما اشتغل مع يوسف شاهين يبقى سهل قوي اشتغل مع اي حد ثاني. صحيح. وبعدين مع شاهين حقيقي اتعرفت على كل الوسط، على كل الناس. صلاح ابو سيف الف رحمه النور عليه كان يوميا يجي يقعد عندي في المكتب يشرب معايا نسكافيه ونتكلم مع بعض واصحاب، ورشحني طبعا الاعمال بس ما حصلش. لكن خلاص كنا اصحاب. نفس الحكايه مع حسين كمان، نفس الحكايه مع شادي عبد السلام. وانتج لهم. شاهين كان بيحب السينما وبيحب مصر، فعايز يعمل احلى حاجه، وراح كل مهرجانات العالم ويعني جبنا احلى جوائز. وانا بذاكر استاذ سيف لقيت ان في مش فتره توقف، فتره انشغال شويه باعمال مش هسميها اداريه او ليها علاقه بالفن وفي الشركه، لحين العوده ثاني مره ثانيه. كنت مستمتع في الفتره دي؟ دايما الفنان مختلف قوي اللي لازم يوقف قدام كاميرا. يعني انا طبعا حبيت التمثيل والشهره وبطوله وحاجات حلوه جدا، لكن حب الشاهين كان اكتر من حبي للتمثيل. فحبيت ان انا احاول احقق له اللي هو بيحلم بيه لنفسه فيه. فمن هنا حصلت الصداقه وحصلت العيله والقرب. وهو حقيقي كان انسان عظيم، بني ادم جميل، بيحب بجد، بيحب شغله بجد، وده خدته منه. المدرسه لازم. اختلفت بقى ورحت الاعمال الثانيه، النقله جت ازاي يا فندم؟ يعني مين بقى شاف تاني استاذ سيف وشاف ان هو الدور ده بيناديله بقى خلاص؟ ما هو فنان شاهين سافر لبنان بفجر يوم جديد في مهرجان بيروت. فهو ما رجعش، انا رجعت قابلت حسين كمال. كان احد تلامذه يوسف شاهين. فطلبني بطوله البوسطجي مع شكري سرحان وصلاح منصور وزيزي مصطفى. فكان من حظي عملت بطوله البوسطجي. بعد منها احمد بدرخان طلبني في ناديه، بطوله ناديه مع سندريلا السينما المصريه سعاد حسني. وكنت انا ساعتها يعني حاجه كده حلوه، وكان معايا حاجه حلوه وجان لحد دلوقتي ربنا يخليه. نور الشريف دخل معانا بعدين يعني كان بيجي بعديه. لما انا سافرت واشتغلت مع شاهين ربنا فتحها على نور وخد كل الدنيا. وفضل حبيبي وصاحبي يعني علاقتنا مع شاهين ومع الفنانين مختلفه تماما. الاعمال الدراميه او المسلسلات مختلفه شويه في شغلها، ولكن برضو حاجه كل الاعمال اللي دخلت فيها هي اعمال ناجحه الحمد لله وبرزت فيها جدا. حبيت حاجه عن حاجه يعني؟ حبيت السينما عن الاعمال والمسلسلات؟ يعني بما ان المسرح هو ابو الفنون طبعا، الفرقه القوميه ولافت العالم، هو اللي خارج من المسرح بيعمل اي حاجه بالظبط كده. فجات السينما، السينما لها سحر طبعا، الحلم الامريكاني طبعًا، البطوله والحاجات اللي بترقص وتجري وتطلع السماء وتنزل والميه اثر ويليامز والحلم طبعًا الامريكاني. فبعدين جه الفيديو، يعني احنا كنا واخدين موقف من الفيديو شاهين وانا الى ان لان اكتشفت ان الدراما الفيديو التلفزيون ليها متعه اكثر انتشار طبعا، مش يعني كل بيوت انت قاعد في البيت تك 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 تعرف كل حاجه وتشوف كل حاجه. مش محتاج حتى تعمل مجهود او تنزل. صحيح. وبعدين الناس في بيوتها عرفوا الممثلين وعرفوا الدنيا كلها من التلفزيون. والتلفزيون علمنا لان قدمنا فيه حاجات حلوه. يعني النهارده رفض المهرجان لما تتعاد للمره المليون طبعا بنتفرج عليه، اتفرج عليها النهارده ولا جت بكره اتفرج عليها تاني، بس برضه اتفرج عليها كل حاجه، حافظ كل همسه. صحيح. ومع ذلك لا طبعا دخلت ذاكره السينما. كنت بتنقي ادوار معينه؟ انا عايز اروح اعلم الدور ده او الشخصيه دي انا حبيبها، انا عايز اتقمص ده، نقيت ده يعني؟ ده طبعا جوايا بالتاكيد، كل ممثل او كل فنان نفسه يعمل ده، بس للاسف يعني التركيبه ما هياش كده. التركيبه في قصه حلوه، موضوع حلو، منتج متحمس يعمله، مخرج شاطر يعرف يجيب، فهو اللي بيختاروا كل دول الممثلين. فالممثلين بيجي هو ده السيستم يا فندم الطبيعي صح للعمل الدرامي؟ هو ده متبع لحد دلوقتي يعني ورق حلو السؤال. هل في عبد الرحمن الشقاوي دلوقتي ولا سعد وهبه دلوقتي ولا هقول مين ولا مين ولا مين ولا سمعنا ركشه ولا الناس كتير وانا ركشه الف رحمه نور عليهم كلهم. بس مصر ولاده. انا شخصيا متفائل. في شباب جديده طالعه وبعدين فرصتهم احسن. في عندهم امكانيات التكنولوجيا والعلم الجديد والكاميرات، يعني زي الكاميرا دلوقتي قد كده تعمل بيها فيلم زي ما انت عايز. صحيح. وانا حقيقة عايش اليومين دول التجربه مع ثلاث اربع شبان جداد بيعملوا افلام جديده، فانا بساعدهم. تدعمهم ازاي يا فندم؟ انا عارف ده، انا حاجه بتدعمهم واقف جنبهم، وده يعني ده صيغه صفه في حضرتك من فترات طويله. حبيبي ايه شكل الدعم؟ يعني انا لما طلعت انا كنت شاب صغير ولقيت ناس كتيره وقفت معايا. يعني انا في ناديه مثلا كنت انا اغلط، فالسندريلا السينما المصريه سعاد حسني تقول لبدر خان لا معلش عيده مره ثانيه عشان انا اللي غلطت.
تتحمل هي تقول هي اللي غلط مش هي اللي غلط انا فنانين بجد فنانين من جوه ومن بره محمود المليجي اروح اقول ليه اول واحد قاعد نشتغل مع بعض ياخدك مش يطلع معاك بفوق فالناس دي وقفت معايا محمود المليجي انت بتقول لي اسم بخاف ولا بتفرج بخايف انك تقول ده شبه انطوني كوين انا ازعل لا ده مش شبه انطوني كوين ده انطوني كوين هو اللي شبهه الله طبعا الله. هو كان عظيم ومش هيتكرر كان بني ادم وفنان وموهوب ومبدع فالراجل ده وقف معايا كنت انا برضك اغلط هو يقول لك نعيد مره ثانيه عشان نعمل احسن يعني الله. مش محرجش حد فالناس دي عملت وقفت مع الشباب والشباب دي طلعت على كتافنا فواجب علينا او فرض علينا ان نقف مع كل الشباب الجديد نساعدهم عشان يكبروا ويطلعوا فالحمد لله فكرت في فرقه عمل فرقه فرقه مسرحيه فرقه سيف عبد الرحمن يعني خدت معايا شباب فعلا حلوين وموهوبين وبنعمل مسرح وبنعمل شغل مضايقك كورونا شويه ولا لا اكيد اثرت على مش بس على مصر اثرت على العالم كله صحيح يعني صحيح يعني شيء متعب يعني شيء محبط ولكن عايز تعمل بوم اعمال مسرحيه وهتشتغل معاهم عملت فعلا معاهم مسرحيات واشتغلت معاهم واشتغلت مع شباب جديده جدا وبعدين لما احنا الحمد لله كبرنا بقت في فرق تانية بتيجي تتضم ليا يعني في فرقه من اسكندريه بتاعت كلاكيت معايا في فرقه يحيى البحيري معايا في الكحلاوي كان بيعمل شغل هايل طبعا برضه طلبني اقف معاه واساعدهم فيعني مين فيهم عينك عليه كده ده سيف عبد الرحمن اللي جاي انا رايي ان صعب حد يبقى واحد تاني زي يقول لك خالد يوسف يوسف شاهين لا يوسف شاهين هيفضل يوسف شاهين سيف عبد الرحمن برضك يعني سيف عبد الرحمن اي حد تاني ممكن يجي يكمل او يزود او يبقى شكل مختلف صحيح يبقى يعني ليه وجهه نظر مختلفه ودي ميزه الفن وميزه الابداع مين بيساعدك يا فندم في الشغل دلوقتي يعني ماسك الشغل ماسك الفرقه مين بيتعامل معاك مراتي دينا واصف يا استاذه دينا صباح الورد صباح النور لسه بساله على السؤال قال لي مراتي استاذه دينا هي اللي عامله كل حاجه لا ازاي البركه فيه طبعا هو كل حاجه صحيح التعاون الفني او التعاون العملي مع قيمه زي استاذ سيف عبد الرحمن مش سهله سهلت شويه ان حضرتك زوجته ولا هو سهل في التعامل اصل ده من زمن الجميل اللي هو الفنانين بجد فمش هتعرفي ده انت بتدي معاه بسهوله لا والله هو بسيط جدا 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 وطبيعي جدا وانسان جدا ويحب يعلم بطريقه فظيعه يعني هو اللي علمني وهو اللي فهمني يعني هو اللي كل حاجه يعني انا اي حاجه انا بعملها كويسه في المجال بتاعي الفضل ليه طبعا هو استاذ دينا حضرتك مخرجه طبعا متميزه ولكن ايه الاضافات اللي اضافها لحضرتك استاذ سيف لا اتعلمت منه حاجات كتيره طبعا ازاي ابص للصوره احكم على الصوره كويسه مش كويسه ازاي اعرف افكر ارتب تفكيري اما اجي اختار موضوع علشان اعمله اشوف يعني اجيب الزوايا الانسانيه اللي فيه طبعا النواحي الاستعراضيه مهمه جدا لان هو بيحب الاستعراضات والغنى وكده فلا هو فادني وعلمني حاجات كتيره جدا لان انا اساسا ما كنتش يعني مش دراستي انا الاخراج بتاعي هوايه كنت داخلها هوايه هي جت معايا كده فهو هو اللي اتنمت وبقت احترافيه مش بس هوايه هو زي بتقول ايه شال من عليه التراب كده وبان طب ممكن تجهديه معانا شويه ونلف المحافظات يعني انا مع حضرتك بقى اللي بتدير الشغل دلوقتي يعني بقاش الشغل المسرحي بس ده القاهره او جيزه او اللي بقى القاهره كوبري ممكن نلف باقي المحافظات كلها ما هو ده اللي احنا عايزين نعمله ده كنت عايزه اعمله بس جت موضوع الكورونا وقفنا شويه احنا عرضنا عرض كان حلو جدا عرضناه كان فور فري والفرقه اللي معانا شباب كلهم موهوبين مش دارسين بس كلهم عندهم موهبه عملنا عرض عرضناه لمده 60 يوم فور فري كان كومبليت هايل وان شاء الله في المخطط الفتره اللي جايه هنلف وبعد كده كنا ناويين بقى نلف بيه محافظات جت الكورونا عملت لنا ستوب دلوقتي احنا بنجهز لعمل تاني هنبتدي ان شاء الله ببورسعيد وبعدين نلف بقيه المحافظات ان شاء الله ان شاء الله جولات موفقه بخرجتنا المتميزه استاذه دينا واصف كان لازم اعرف برضه اغش منها كام حاجه كده هتلف المحافظات ده كان طموح حضرتك ان انت طبعا ده كده فن تطوعي كمان ده قالت لي كان فور فري العرض يعني هو الهدف المادي مش في حساباتي لا مش في حساباتي خالص هي اصلاح دي محتاجه ايه غير سندوتش فول بيكفي الحمد لله يعني ربنا يزيدك يا رب الرضا ده شيء مهم بس المهم انك تساعد الاخرين تعلم الاخرين تقف مع الاخرين يعني دي سنه الحياه عايز اتوقف عند مرحله عادل امام زي ما عادل امام اشتغلنا في فرقه ناجي عطا الله المرحله دي كانت عامله ازاي من اسعد ايام حياتي طبعا
وان انا اشتغل مع الاستاذ عادل امام. وبعدين حقيقة كان يوسف شاهين كان مقتنع ان عادل امام ده ممثل عبقري صحيح. وكان نفسه اشتغل معاه وارشحه لاكثر من عمل بس للاسف ما اتحققش ده. لكن خساره للاثنين ليوسف والعادل رايي كده يعني. بشوف من ادوار حضرتك ان حتى لو هو المخرج اللي نده على حضرتك بس انت بتروح لاعمال معينه يعني الاعمال المعينه دي الحمد لله وهي بتندهلي هي اللي تندهلي يمكن معرفش الورق بيبقى شايف ده استاذ الشخصيه لما بتبقى كاتب معاك روايه الشخصيات بتنده الممثلين بتوعها دي تبقى يسرى دي تبقى حنان دي تبقى نيلي كده يعني طبعا. فين من الدراما دلوقتي او فين من الفيديو دلوقتي يعني هو حتى اللي هو اللي موجود دلوقتي بقى له سنين بره كورونا حتى هو اللي موجود دلوقتي فين حضرتك؟ للاسف ما عنديش عروض كتيره او لما جاء عرض بحس انه مش انا فبعتذر لكن طبعا انا تحت امر الدراما ونفسي اعمل دراما لان فعلا عارف ان الدراما ليها قيمه وبتعلم الناس يعني احنا اتعلمنا تاريخ مصر والتاريخ الاسلامي والرساله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيره يعني كل ده اتعلمناه من التلفزيون. انا قاعد قدام قيمه وقامه كبيره فنيا ولكن شاب من جوا انا ده لمح قوي. هل حضرتك متطور فكريا ان انا ممكن اعمل حاجه على السوشيال ميديا مثلا ممكن اعمل قناه على اليوتيوب كل الافكار دي موجوده موجود. يعني ان شاء الله هبتديها والشباب الجديد هم يعني ما كنتش اعرفها طبعا هم اللي علموها لي وقالوا لي ان في حاجه ثانيه اسمها السوشيال ميديا وليها متفرجين كتير فانا معاهم طبعا 100%. ما بقول لسيادتك انا بعمل دلوقتي الثلاث افلام مع شباب جداد وبعدين برضك يمكن هنفكر نحكي تاريخ شاهين نحكي تاريخ وفي منصات رقميه دلوقتي موجوده واعمالها بتبقى محتاجه وقت قليل انتاجها ما بيبقاش كبير مش مكلف ممكن ده يبقى يفرق كتير عايز انا عايز استفيد من انا كمشاهد عايز استفيد من الخبرات وأنا دي والموهبه دي فنان او مسؤول يسعدني ان انا اشارك فيها طبعا طبعا طبعا. بتتوقف عند الدراما دلوقتي بتتفرج عليها شايف ايه الحلو فيها لو اخد راي فنان سيف عبد الرحمن؟ والله في شباب حلوه كتير مخرجين ومؤلفين وفي مش فنانين كويسين قوي في فنانين طبعا لا مصر ولاده حقيقي ما مش هتنضب يعني بالتاكيد بس هي شايف النقطه السلبيه بتبقى في ايه في الورق مثلا في المحتوى بيبقى ايه يعني بيبقى ناقص شويه جديه ناقص شويه حب يعني ميزه الفن الجميل والزمن الجميل ان كان فعلا في حب يعني لما تعرض على عز الدين ظفار صلاح الدين او جميل ابو حريد لما قدر ان هو حس انه تعبان قال لك لا يوسف شاهين يعملهم مش حتى محمود الزلفقار اللي هو اخوه نفس الحكايه فيلم الشاهين كوميدي قال لا مش انا اللي اعمله انت انا حاجه بتكلمني على حبنا لبعض كعمل ولا حبنا للفن نفسه؟ اولا حبك للفن انت عمرك هتبقى فنان غير ما تكون بتحب الفن عشان تستحمله لان الفن متعب والواحد لما بتحب الفن ما ينفعش تبقى مهنه اعتقد ممكن تاخد منها فلوس كتير بس ما يبقاش ده اعتبارك يعني لو حبيتها هتستحمل كل مشاكلها لو ما حبيتهاش يبقى بلاش روح شوف حاجه ثانيه لكن بيتكلمي هنا على حبنا لبعض فريق العمل هو ده بقى ده كان موجود فعلا الزمن الجميل كان الناس بتحب بعضيه بجد والناس تقف مع بعضيها انا قلت لك سعاد ان هي تقول هي اللي غلطت او نيجي نقول نعيد مره ثانيه عشان نعمل احسن هو ده الحب وكان شاهين بيحب فعلا فنانينه يبيع الدنيا كلهم عشان يعمل اي مجهود عشان يطلع احلى صوره وكل اللي اشتغلوا معاه فعلا مختلفين لما بيشتغلوا مع حد ثاني بتشوف الفرق الصوره المزيكا هو كان بيفهم في كل الحاجات دي المونتاج المكساج الملابس الديكور يعني لازم الفنان يبقى ملم بكل ده ويشوف ويتعلم ويسافر السفر مهم طبعا. واللغه مهمه هو الحب اللي مهم زي ما احنا بنقول احنا بنحبك جدا وكنت مستمتع وانا قاعد مع حضرتك ومحتاج ساعات اقعد اتكلم في اعمال كتيره جدا استفيد منها كشاب قاعد قدام قيمه وقامه كبيره جدا زي استاذ سيف عبد الرحمن نورت صباح الورد ودايما متالق ومتالق بمسرحياتك ان شاء الله باذن الله ميرسي جدا جدا للقاء الحلو ده شكرا لحضرتك وارجو ما اكونش ضيف تقيل يعني لا خالص ونكررها تاني ان شاء الله ان شاء الله تنورنا تاني طبعا باذن الله مع جولات بقى المسرحيات باذن الله في المحافظات نحاول كاميرا صباح الورد مع حضرتك كمان باذن الله يكون معانا يا احمد باشا كل الشكر لحضرتك خلصنا حلقتنا وخلصنا اسبوع نرجع لكم يوم السبت ان شاء الله في صباح الورد.